دينا زهرة، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. والحقيقة أنه كل الناس بتتكلم هنا أنهم لن يصدقوا استطلاعات الرأي بعد ذلك. النتائج والمؤشرات الأولية تحبط كثير من الناس هنا في نيويورك، لأنك طبعا تعلمين أنه نيويورك ولاية زرقاء تصوت تقليديا للحزب الديمقراطي ومرشح الحزب الديمقراطي. فالأجواء هنا يعني يسود عليها الكآبة وخيبة الأمل بعض الناس هنا، حيث أنا متواجدة في ساحة تايمز سكوير في قلب منهاتن في نيويورك. لا يصدقون الأرقام التي يرونها. كنت أتحدث إلى سائق تاكسي وأنا في طريقي إلى هنا، هو أمريكي من أصل إفريقي، يقول إن الكل كذبوا، هم ليسوا مستعدين لتولي امرأة للولايات المتحدة الأمريكية وأن تجلس على في المكتب البيضاوي، وأنهم كانوا يصرحون بغير يعني ما ينوون أن ينتخبوا أو يصوتوا به، لأنهم لا يريدون الاعتراف بأنهم يؤيدون شخص في دناءة دونالد ترامب، كما قال سائق تاكسي، وأنا أعتذر عن استخدام هذا التعبير طبعا، لكن هذا نقلا عما قاله سائق التاكسي. الشخص الوحيد الذي كان منفتحا للتحدث إلينا هو سائح بريطاني يحضر هنا لمتابعة الانتخابات. Mr. Dan, how are you doing? Hello, I'm doing very well, thank you. كيف حالك؟ ما رأيك؟ ما رأيك في الانتخابات، في النتائج حتى الآن؟ لكنها متقاربة للغاية، الهامش أقرب مما كنت أتخيل، وهو أمر مذهل، ولكن لا أعتقد أنهم سوف يصلون نتائج حاسمة. الآن هي 50% و50%، ويبدو أنه كل دقيقة يتغير الكفة. يبدو أن ترامب متقدم الآن. نعم، يبدو أنه متقدما، والنظام المستخدم في هذا البلد رائع، وهو ما يسمى بالمجمع الانتخابي، وهو يعني أنه يمكن عد الأصوات بشكل مختلف أو تأتي في أوقات مختلفة، وحصر الأصوات قد يتغير، قد يكون هناك كتلة كبيرة من الأصوات قد لهيلاري قد تظهر في أي وقت. كيف تصف المزاج حول الآن؟ أصفه بالمتوتر، وهناك نوع من الهدوء الحذر، ليست هناك ضوضاء حولنا. الأمر هناك ما يسمى بالصمت المريب حولنا، وأعتقد أنه هناك شيء يتغير الآن. فلننظر إلى هؤلاء الأشخاص، أعتقد أنهم سعيدون. مصطفى، so you're Trump. إذن أنتم مؤيدون لترامب، هل لا تحدثتم إلينا؟ شكرا لك دان على وقتك، رجاء انضموا إلينا. نحن مؤيدون لترامب من الساحل الغربي. ماذا تعتقدون بالنسبة للنتائج؟ نتائج رائعة ومثيرة للاهتمام للغاية. هل توقعتم ذلك أن يحدث؟ لأن كل الاستطلاعات قالت أن كلينتون ستفوز. لا، لم تقل كذلك الاستطلاعات. الأمر مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن الناس قد يئسوا من هذه الحكومة ولا يثقون فيها، وقد اعتقدوا أن هذا هو الوقت التغيير، لذلك فإنهم الناخبون الأمريكيين يدعمونها. ما رأيك؟ أنا لست هنا لكي أعطي رأيي، أنا لست أمريكية، أنا مصرية. إذا فاز ترامب فماذا قد يعني ذلك لكم؟ هذا يعني أن أمريكا سوف تصبح عظيمة مرة أخرى، وسوف كثير من الأشخاص الذين سوف يعيشون ويستزدهر عملهم في أمريكا. لكن بعض الأمريكيين يعتقدون، وخاصة سكان نيويورك، أن ترامب ليس ناجحا كرجل أعمال. الأعمال ليست سهلة، العملة التجارية ليست سهلة. لماذا يعتقدون ذلك؟ لأنه قد شارف على الإفلاس عدة مرات، ولكنه دائما عاد من الإفلاس عدة مرات أيضا، ولقد بنى فنادق، و كذلك فإنه بنى هذا المكان الذي بناه، ليس برج ترامب، لكن ذلك المكان لا أعرف ماذا يسمى، مثل الحكومي.
لقد قام بالكثير من الأعمال وبناها من الصفر. ونعم قد شارف على الإفلاس، ولكن أليس هذا ما تريده دولتنا؟ من أين أنت تقولين؟ أنا من مصر، من القاهرة. جزء من الأمريكيين لديهم حلم، وفي بعض الأحيان الأحلام تفشل، وهذا مناسب أو هذا ليس لما مشكلة فيها، يجب أن نقوم من بين الركام. وهذا ما قاله، هذا ما فعله ترامب بعكس هيلاري. هيلاري التي تحتقر الناس وقد تستغل أموالهم، وأما ترامب فيقول أننا سوف نكون أفضل غدا من اليوم. أنا سعيدة لسعادتكم بشكل كبير، وشكرا جزيلا لك، وعام سعيد سعيد لك. نحن كأصدقاء الآن. طيب يعني دينا، هو المزاج العام هنا في تايم سكوير انه بعض الناس سعداء، البعض الاخر ليس سعيدا. يعني نرى كثيرا من مؤيدي كلينتون في ساحة تايم سكوير، طبعا كما ذكرت انه هناك تأييد كبير لها في هذه الولاية، لكن النتائج جاءت على عكس ذلك. عموما هي ساعات قليلة جدا ونعرف الرقم النهائي بشكل حاسم. اليك يا دينا. شكرا جزيلا.